لو ما هالوصية مكتفتني الله يعلم أطبق سبعة سبعة إذا واحد تقدم ويخسى وكيت هلي يقرب الدار الزكية يخسى سيف بقرابيت علي ما يريد بكلامه ولو ظهري انكسر لو لي كان الأمر ياهو عيد دار يمر لو لي كان الأمر ياهو عيد دار يمر شاق في الريم شت جفونه رجلا لا شك تنبتر رجلا لا أقسم بنتح الأرض ورفع هاي السماوات لو أقدر أدافع شافقي سوى آيات وأنا اللي معروف بس حامل حميد الله وأنا اللي معروف بس حامل لو ما مأجور مأجور لو ما يا مكتفتني الله هلا هلا سواكت هل يقرب الدار الله سواكت هل يقرب من هجم دار النذل للوصية امتثل والسمع بقراب سفي عن جارك باليوي اريد اسيل على العدة يفني قوم الجاحدة بالاخص ذاك ينادي بيت باب الله وين بيت باب كل واحد ويجبها اليوم يتذكر أساسه وقت ما كنت حارب يا حجاني واري راسه ومنه اللي راكع للصنم بالجاهلية منه اللي راكع للصنم بالجاهلية يوم لا تبرد لا تبرد صوتك ويخسر يخسر الله الله يخسر وكت هل يقرب الخير سماها مني أبد والحكم هذا بدل أنا ما ذيني الزجية على أرض لما انتضح اتنادي ويلمدمع حمل لحقي يا فضه بعجل اتنادي ويلمدمع حمل لحقي يا فضه بعجل ضلعي مكسوري وجنين على عرض نايم دمي على اسعد المعارك تنحني من تمر كتري ومصاب الزجية غدا محلي يوم ظهري من غير ما احجي الحزن باين علي الله من غير ما لو ما لو ما هالوصية جتفتني الله شو سوي اطبق Yeah.
شفتني الله يحيى هلا حسين الشاعر عبد اللطيف خالد كرسي ما همني أبد والحكم هذا بدد أنا ما ديني زجي على عرض لما انتطع تنادي ويل مدمع حمل لحقي فضة بعجل ضلعي مكسوري وجني على عرض نايم ذد الكرسي ما همني أبد والحكم هذا بدد أنا ما ديني زجي على عرض لما انتطع تنادي ويل مدمع حمل لحقي فضة بعجل ضلعي مكسوري وجنيني على عرض نايم ذبيح على الله أسعد المعارك تنحني من تمر كتري ومصاب السجية قدم احكي يوم ظهري من غير ما احكي الحزن باين علي من غير بعد هالعشرة المسية بيدي أدفن فاطمة العوان على القبر يا رسول الله العذر العوان على القبر يا رسول الله العذر يا رسول إلك رجعت هالأمانة لك الويل مهشمة لك الويل مهشمة لك الويل عذرا يا رسول الله لو عينك تصيدها إذا قفعت عبيد واضح أثرها فوق خدها شافت عجايب بالأرض هاي الرضية شافت عجايب بالأرض هاي الرضية الله لو ما يجيب ثار أمي الحسن الوعد بيت ابني الحسن يجيب ثار أمي الحسن هو ما عنده وصية يصبر عليهم ترى يجي ويطالب دمى بحسن وخد فاطمة يجي ويطالب دمى بحسن وخد فاطمة ويصلب العادة الزجية ويصلب العادة الزجية من يجي فوق الشرى من يجي الله الوعد بيد ابني الحسن الوعد بيد ابني الحسن يجي بثار امي الحسن هو ما عنده وصف
الوصل يصبر عليهم ترى يجي ويطالب دمه محسن وخد فاطمه يجي ويطالب دمه محسن وخد فاطمه ويصرف العدد زجيه من يجي فوق الشر من المهدي بن الحسن اخر مصر بحر رساله مهدي بن الحسن اخر مصر بحر رساله يحاسب من يجيب سيفه بموازين العداله والدولة الموعود ساحر رزيه وبدولة